أهم الكلام ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وكلام كتير هيكون عن النادي الأهلي وهنتكلم فيه بالتفاصيل، وكمان كلام مهم جدا عن منتخب مصر. قبل ما نروح لأهم العناوين الخاصة بالنادي الأهلي في الصحف، خلينا في البداية بس كده نتكلم في مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ومستقبل فريق الكرة بالتحديد، فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ودور لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن الكبير الشيخ طه اسماعيل، وايضا عضوية كل من الكابتن الكبير جدا كابتن زكريا ناصف، وايضا الكابتن الكبير كابتن خالد دابي. ليهم اكيد دور هيكون قوي وفعال جدا خلال الفتره اللي جايه، هيكون في تواصل قوي جدا ما بينهم وبين كل قطاعات الكره في النادي بشكل عام، سواء قطاع الناشئين في النادي الاهلي او قطاع الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، من خلال التواصل مع الجهاز الفني سواء مستر لاسارتي، طبعا هو الاساس وهو على راس الجهاز، وايضا كابتن سعد عبد الحفيظ فيما يتعلق بالامور الاداريه، وقبل كل ده طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكره. انا بتكلم في الجزئيه دي بالتحديد ليه؟ لان الفتره دي كلام كتير جدا عن النادي الاهلي فيما يتعلق بمستقبل النادي، سواء في انتقال اللاعبين، استغناء عن بعض اللاعبين، البطولات النادي الاهلي هياخدها خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي كلام كتير قوي قوي على النادي الاهلي. لكن اطمنوا، في تخطيط جيد جدا جدا لقطاع الكره بالنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وخلال الموسم الجديد، وفي اهداف محدده ومعروفه لدى كل المسؤولين في النادي الاهلي فيما يتعلق بفريق الكره بالتحديد. والاهداف بتكمن في ايه؟ بتكمن كالعاده انك تحقق كل الالقاب اللي انت هتشارك فيها. هل هو تمني بس؟ لا، مش تمني بس، اكيد في جهد كبير جدا لازم يبذله النادي الاهلي عشان يحقق هذه الالقاب، واللي ممكن يكون النادي الاهلي بيفتقد البعض منها خلال الفترات والسنوات الماضيه، ويمكن ابرز هذه الالقاب بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والاسمى دايما دايما للنادي الاهلي وجماهيره. هتحقق الكلام ده ازاي؟ من خلال التخطيط بشكل جيد جدا، سواء من خلال اللجنه نفسها حديثه الانشاء، او من خلال الجهاز الفني ورئيس النادي الاهلي. هتبص على العيوب اللي عندك والنواقص اللي عندك في الفريق وهتعالجها وبشكل جدي جدا، وهتبص كمان على اللاعبين اللي انت ممكن ما تكونش محتاجهم، وهتحاول ان انت تستفيد منهم في المقابل المادي، او ممكن تلجا للاعارات، وكل هذه الامور اللي حضراتكم عارفينها. لكن اكيد في تركيز كبير جدا جدا عند النادي الاهلي في كيفيه والادوات والسبل التي تؤدي لاحراز المزيد من البطولات. النادي الاهلي دايما بيكسب بطولات، ممكن بيفتقد بطوله او اثنين بس ان شاء الله باذن الله اكيد هتعود لهذه البطوله. فبالتالي في شغل كبير جدا وفي عمل دؤوب جدا جدا من النادي الاهلي بهذا الشان. التواصل دايما بشكل منسق ومنظم في النادي الاهلي زي ما احنا تعودنا. التفكير دايما في مصلحه الفريق الاول لكره القدم قبل اي شيء، قبل اي شيء، حتى لو جالك عرض اللعيب الفلاني بمبلغ كبير جدا مش هتبيع لو انت محتاجه يعني. في المقابل هتشوف ممكن مين اللعيب اللي انت مش محتاجه وممكن تستغنى عنه. كل دي كلام او كل دي امور واخبار بتتداول خلال الفتره دي بالتحديد عن النادي الاهلي. لكن التخطيط كمان بيكمن في ايه؟ في كيفيه الاعداد لموسم جديد، وده اللي بيشتغل عليه دلوقتي الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن امير توفيق. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. هم زي ما احنا عارفين متواجدين في اسبانيا خلال هذه الايام، وصلوا امبارح وهيرجعوا ان شاء الله يوم السبت الجاي عشان يقفوا على كل النقاط الخاصه بمعسكر النادي الاهلي، سواء من حيث فندق الاقامه او كمان من حيث تدريبات او ملاعب الخاصه بالتدريبات بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي اطمنوا، شغل كبير جدا النادي الاهلي هيقوم بيه خلال الفتره الجايه، كل الامور اللي انتم بتتمنوها باذن الله هتحصل، كل ما تتمنوه بالتحديد فيما يتعلق بشكل الفريق من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الانتدابات هيكون مناسب جدا وعلى مستوى طموح النادي الاهلي، ده شيء مؤكد مؤكد مؤكد. وباذن الله النادي الاهلي موسم هيكون جديد بالنسبه له، استثنائي من حيث عدد الالقاب اللي باذن الله هيحصدها خلال الموسم الجديد. فان شاء الله اكيد في تفاؤل كبير جدا بالنادي الاهلي وبالفريق الاول لكره القدم بالتحديد خلال الموسم الجاي، وخصوصا ان في عمل زي ما بقول لحضراتكم عمل دؤوب من كل المسؤولين في النادي الاهلي على كيفيه ايجاد فريق قوي للنادي الاهلي. الاهلي بيستمر في البناء. هتقول لي ازاي بيستمر في البناء؟ هقول لك ان مع شهر يناير الماضي النادي الاهلي تعاقد مع مجموعه من اللاعبين، صح، حوالي 6 7 8 لاعبين مهمين جدا جدا. دول وظيفتهم ايه؟ بخلاف ان هم طبعا لاعبين، لكن هم وظيفتهم في استراتيجيه النادي الاهلي ايه؟ ان هم كانوا بدايه
لبناء فريق قوي جدا للنادي الاهلي. في شهر يناير مستحيل ان انت تضم كل اللاعبين اللي انت بترغب في التعاقد معاهم. شهر يناير اللي فات صعب شويه في نص الموسم، وفي بعض الانديه ممكن ما ترضاش انك تتعاقد مع لاعبين من عندهم في ظل الاحتياج، ولسه الموسم ما خلصش، وكان منهم نسبه الموسم برضه لسه ما خلصش عندنا يعني. لكن المهم كانوا بدايه البناء، والنادي الاهلي في مرحله استمرار البناء لفريق كره القدم في المرحله الحاليه. البعض مشغول طبعا، الناس مشغوله ببطوله الامم الافريقيه، لكن النادي الاهلي مركز جدا طبعا ان هو ازاي يقدر يدعم الفريق ويقدر يخلي الفريق ده اقوى فريق في افريقيا زي ما كنا متعودين دايما على النادي الاهلي لحد فتره قريبه جدا. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي لن يبخل اطلاقا على في شان اي امر من الامور التي قد تقود النادي الاهلي لتحقيق القاب عديده، ده شيء مؤكد منه. لكن اللي عايز اكده لحضراتكم ان مرحله البناء مستمره في النادي الاهلي خلال الفتره دي، وباذن الله تنتهي قريبا فيما يخص التعاقدات وفيما يخص اكتمال بناء تيم قوي جدا للنادي الاهلي خلال الموسم الجديد. وده الهدف الاساسي عند المسؤولين في النادي الاهلي، واللي بصراحه كده بيشتغلوا عليه دلوقتي بكل قوه وبكل تركيز كبير جدا، يقود النادي الاهلي نحو النجاح الدائم والمستمر لسنوات كمان كتير، مش السنه الجايه بس. التخطيط، انت دايما بتخطط لقدام مش للي تحت رجليك. اللي تحت رجليك اكيد ده في سكتك لازم تنجح فيه، لكن اللي قدام ايضا ده من ضمن طموحاتك واهدافك اللي لازم تحققها وهتحققها باذن الله. فده شيء كان مهم، كان لازم يعني نطمن كل جمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بالفريق، ونديله جزء من التفاؤل اللي دايما موجود عند جمهور النادي الاهلي بشان فريق كره القدم، اللي اصلا احنا عندنا فريق قوي جدا، وقدر مجلس اداره النادي الاهلي في بدايه البناء لهذا الفريق انه يتعاقد مع مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في الحقيقه، وهيكون في استمرار للتعاقد مع البعض مع الابقاء على اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، عشان كلهم مع بعض يكونوا توليفه قويه واضافه قويه لمسيره ان شاء الله تكون ناجحه للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات وبطولات اكيد مهمه قوي كلنا مستنيينها بالنسبه للنادي الاهلي. ده فيما يخص النادي الاهلي.